احنا تواصلوا معنا الشباب من فريق هيل تيم، طبعا احنا حبينا نشارك معهم بهاي التجربة مشان الأطفال، مشان سلطان وعزات، يعني من إني وصغار يتعلموا على الخير ويتعلموا على مساعدة الناس. طبعا ردة فعلهم كتير انبسطوا بهي الخبر وحابوا يشاركوا بهاي الحملة وتحمسوا كتير، يعني نطروا موعد الحملة لنطلع، تحمسوا كتير وحبوا يشاركوا بهاي التجربة مشان يتعلموا مع أولاد بلدهم، يشوفوا معاناتهم، يوصلوه لأكثر عدد من الناس عشان يقدر يساعدوهم وهيك. سلطان، أنا خليني أسأل سلطان، كيفك يا سلطان؟ أهلا. أهلين، قلي ليش عم يقلي خاله محمد إنه أنت حبيت تساعد السوريين الأولاد اللي مثلك، أنت ليش حبيت تشارك؟ أنا بدي أسمع كلامك أنت. أنا حبيت إنه أحس جرب الشعور اللي هم عايشين فيه أولاد بلدي، حبيت إنه أجرب شعورهم وأعطيهم المساعدات الكافية وأعمل يعني أفرحهم. دخيل ربك، جميل. الله يعطيهم العافية طبعا وعزت. سلطان كثير، هو سلطان بمواضيع هاي يعني بتأثر كثير، يعني هو من قبل وقت وصل العدد على اليوتيوب 1,000,000 مشترك، صار ينق اهله انه انا بدي اعمل حفلة تحت عشان افرح الاطفال وساعدهم وفرحهم، يعني شو هو خطر له بالمواضيع يعمل كثير حفلة؟ شو بتأثر، خطر لك يا سلطان تعمل حفلة؟ لانه هو عاش صغره كان وقت كان عمره 3 سنين عاشوا فترة بالمخيمات، يعني بيعرف شعور الأهل المخيم شلون شعورهم وشو بينقصهم وكيف وضعهم الاجتماعي بيكون صعب كتير، بها حاب يشاركهم ويعمل لهم شيء بعد ما وصل لهي العدد على السوشيال ميديا، يعني يوصلهم. ايه بتأثر كتير بالموضوع لأنه عاش المعاناة، هو يعني شافه من هو صغير، كان عمره 3 سنين عاشوا فترة بالمخيم. عاش بالمخيم وبعد ما غير المخيم حب انه يعني يكون مع الأطفال. طيب عزت، يعني عزت أنت مشهور وبتطلع على قناة اليوتيوب وعندك 1,000,000 مشارك ومتابعين، رفقاتك بالمدرسة الأتراك والسوريين وقت بيشوفوك وبيعرفوا إنه عندك قناة شو بيقولوا لك؟ بلولي مثلا صور فيديوهات الفاتي الأتراك، بلولي صور فيديوهات أحكي فيهم تركي، مثلا أحكي فيهم تركي، أعمل محتوى هيك للأتراك. طبعا هن عندهم رفقات اتراك كثير بالمدرسه، يعني بيحضرون وبيطلبوا منهم دائما يعملوا فيديوهات باللغه التركيه، يعني ما كثير بيفهموا عليهم بالعربي، جميل. يعني طيب بالاكثر لسلطان. طيب طيب شو حابين يتعلموا الاولاد من هاي المشاركه في هاي الحمله؟ محمد، طبعا نحن حابين نعلمهم ان يوعوا على فعل الخير من اني وصغار، يتعلموا يساعدوا غيرهم بقدر ما يستطيعوا، طبعا كل واحد له استطاعة يساعد الثاني لازم يساعده، نحن حبينا نعلمهم من هلص من هن وعلامة انه على فعل الخير دائما يساعدوا الناس ويقدر يعني يقدروا شو بيقدروا يعملوا من هلا يتعلموا على الخير وعلى مساعدة الناس بأكثر شيء بيحسنوا يعملوا. طب يعني محمد، يعني انتوا شاركتوا، انتوا قناة يوتيوب متابعينكم كتار، بتقدموا فيديوهات قصيرة اجتماعية احيانا ساخرة، طبعا يعني من خلال مشاركتكم هاي نحن المشاركة عملنا الإنسانية شو قدمتوا يعني فيديو لفريق عليه، هيلب تيم؟ تفضل. نحن قدمنا له، نحن مشاركتنا كلها عملنا عليها فيديو ونشرناه على اليوتيوب عنا، ونشرنا على روابط الدعم، يعني حاب الناس تفوت تدعمه، يعني الله يعطيه العافية الشباب ما بيقصروا، ونشرناه على الانستغرام، يعني وثقنا كل شيء كنا فيه حضرناه وشفناه، يعني كده نشرناه عنا على كل برامج التواصل، يعني نشرنا على اليوتيوب على الانستغرام، نشرنا له كل شيء. نشرتوا الموضوع والريع هل سيذهب إلى الناس ولا اي كيف نشرنا الريع هيذهب إلى الأشخاص؟ طبعا، يعني احنا حطيناه روابط الدعم تبع فريق هيب تيم، طبعا كله راح يوصل للناس، يعني احنا شفنا رحنا وشفنا بعيننا، يعني قبل ما نقدم وننشر شيء، يعني اول شيء احنا شفنا بعيننا وشاركناهم، يعني اني الله ما قصروا الشباب ورحنا شفنا كل شيء بعيننا عرض الواقع، يعني قبل ما ننشر للعالم مشان المصداقية، يعني يعني واحد وقت محمد، يتبرع يعرف وين تروح صحيح مصداق. صحيح هذا الكلام محمد، انت حضرتك والوالد ابو سلطان، سلطان وعزت وآيات كمان اليوم ما انا حاضرة اكيد بنوجه لها تحية، يعني كيف خطر لكم تعملوا هاي القناة؟ وهل توقعتوا فعلا انه بعيدا عن موضوع مشاركتكم مع هالتيم، هل توقعتوا توصلوا للمليون شخص وبخلال قد ايه وصلتوا له؟
طبعا نحن الفكرة بلشت، يعني هن الأولاد بيحضروا يوتيوب كتير، يعني قبل ما يفتحوا قناة يعني على طول قاعدين وحاطين اليوتيوب وقاعدين، فطلبوا من أمهم إنه تفتحي لنا قناة، تعملي لنا قناة على اليوتيوب، منا نصور منا. هن حبوا الفكرة، يعني هن شد ما بيتابعوا يوتيوب حبوا يعملوا قناة، وصرنا نعمل لهم فيديوهات أول شيء على التيك توك، وبعدين بلشنا نعمل لهم على اليوتيوب، والحمد لله يعني قد ايه انكم نجحوا عاملين وجاءوا عدد القناة كافي من محمد؟ التابعين. يعني إنها تقريبا السنة، تقريبا سنة. يعني احنا اكيد تحياتنا كمان لوالدتهم الجندي المجهول ورا الكاميرا، طلعت هي اللي استجابت معهم، ومثل ما بيقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة. وراء سلطان وعزت ام طبعا جيلي. هي اللي سلطان وعزت طبعا هي خلوني اللي بلشوا هن. كمل تفضل. تفضل تفضل. لا كنت بس بدي أسأل لا لا سلطان تفضل. وعزت، سلطان وعزت انتوا كيف ملاقيين الجو على يوتيوب؟ حلو؟ حلو كتير، مشاركتكم هيك لما ايه نزلتوا، لما كتير نزلتوا مستمتعين بالوقت. مشاركتكم حبيتوا المشاركة؟ ممكن المشاركة بطرحنا على الروحانية كتير انبسطنا، وكتير يعني تأثرنا بالأوضاع اللي كانت مع الناس، كتير تأثرنا بهذا الشيء، شو أكتر شي وكتير خلاك تأثرنا تتأثر؟ بالأطفال طبعا. والله شو أكتر شي خلاك تتأثر سلطان؟ أكتر شي خلاني أتأثر إنه أشوف الأولاد هي عم تعذب من الجوع ومن البرد. وعزت عزت وقت طبعا هن تأثروا كثير بوضع، احنا اخذونا منظمة هيل تيم، اخذونا في على مخيم وضعه مزري يعني الصراحة كثير. هاي وقت رحنا كثير على المخيم تأثروا، يعني سلطان وزيزو تأثروا بوضع المخيم كثير أكثر شيء. يعني للأسف يبدو إنه يعني حاليا وضع المخيمات هيك حيكون إن شاء الله بالأيام الجاية، وبمشاركة الجميع أطفال وكبار وصغار بنخلص من الخيام والناس كلها بترجع لبيتها. ما بعرف إذا محمد حابب تقول شيء بختام هذا اللقاء، أو إذا الشباب عزت وأيضا سلطان وآيات إذا حابة كانت توصل لنا رسالة كمان. طبعا نحن ان شاء الله يعني مع القادم الايام، احنا ما بنقصر اي عمل خيري، اي عمل انساني، اي عمل نتطوع فيه، نحن ما بنقصر ان شاء الله، دائما راح نواصل بهالشيء، يعني ما راح نوقف انه بس رحنا هالفتره، لا راح على طول، نحن كل فرصه بتجينا راح نحاول نقدم مساعدات ونقدم نفعل وننشر شيء عن وضع العالم بالمخيمات عشان العالم كلها تشوف الوضع، وان شاء الله خير، إن شاء يعني ما الله. بنقصر ان شاء الله سلطان لقدام. سلطان وعزت انتوا كمان اذا وبعدين صار في تحكي فرص اذا صار في فرص بتنزلوا كمان بتشوفوا المخيمات، بتشوفوا وضع النازحين واللاجئين؟ عم يحكي أكيد ننزل.